بقية أخبار الاقتصاد مع وفي خبابة، مرحبا. أهلا بك زميلي ناصر، مشاهدينا الكرام أهلا بكم إلى الموعد الاقتصادي الرابع، وبدايته بقطاع الطاقة، حيث ما تزال الضبابية تسود السوق النفطية في ظل تضارب الآراء والتصريحات حول تثبيت الإنتاج من عدمه، ليبقى اجتماع أوبيك بالجزائر محط أنظار متتبعي السوق النفطية مؤخرا. عقيل حشاني والتفاصيل. ما تزال التصريحات المتضاربة تتوالى قبيل اجتماع الأوبك المرتقب بالجزائر، تصريحات تدعم في مجملها استقرار سوق النفط ليتمسك المضاربين على إثرها بالعقود الآجلة على أمل رفع الأسعار. لماذا؟ لأن المنظمة الدولية الأوبك ماهوش متحدين، وحتى المنظمات غير الأوبك كي يكون مفاهمة في هذه المنظمات ما يكونش تضارب في الآراء. كلما يكون اجتماع يقولوا يكون تفاؤل باللي راح يتفاهموا على الانتاج باش ينقص الانتاج، ماشي باش يجل الجال دو لا برودكسيون، راحين ينقصوا الانتاج. تكهنات احتمالية تثبيت الانتاج رفعت سعر البرنت ليقارب $50، إلا أن اقتناع السوق بتثبيت الانتاج لم يتضح بعد في ظل ضبابية الموقف الإيراني والروسي. بالنسبة للمسعى الجزائري الحالي، هو في الحقيقة استكمال للمسعى الذي قادته مع نهاية 2015 مع دول أمريكا اللاتينية. أنت تعرف باللي كان عندها دور رائد خاصة مع البرازيل ومع المكسيك وغيره على أساس شبه التصدي للصدمة آنذاك، لكن للأسف الشديد هذا لم يثمر لأنه الأوضاع الجيوسياسية الاستراتيجية لازالت لم تتغير. فهذه أنا رايح نوصلك للنتيجة أن كل هذه المؤشرات سابقة الذكر تنبئ بفشل المسعى الجزائري، رغم أن هذا المسعى ذو أهمية قصوى في المفهوم وفي الزمن وفي العلاقات الاقتصادية الدولية. هل سيسهم اجتماع الجزائر في رفع أسعار النفط وتثبيت الإنتاج؟ تساؤل ستتضح إجابته أواخر الشهر المقبل، ولو أن السيناريو اللقاءات السابقة للأوبك أو لقاءات لا حدث يبقى الأكثر ترجيحاً. في قطاع الطاقة دائما ارتفعت أسعار النفط الخام فوق $51 للبرميل اليوم لتصل لأعلى مستوى لها في 8 أسابيع، وتتجه للصعود للجلسة السابعة على التوالي وسط آمال بأن يتفق المنتجون على إجراءات لدعم الأسعار بما عزز معنويات المستثمرين. وفي هذا الصدد جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر $51.17 للبرميل بزيادة 28 سنتا، أي ما يعادل 0.6% عن سعره عند التسوية السابقة. وتظل أسعار برنت في موجة صعود رفعت السوق أكثر من 20% منذ أوائل شهر أوت، وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة عند $48.69 للبرميل بزيادة 47 سنتا أي 1% عند الإغلاق السابق. هذا وقال وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو أمس الخميس بأنه من المستبعد خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك، لكن هناك أمال بأن يساهم اجتماع المنتجين في الجزائر الشهر القادم في دعم أسعار الخام. إلى موضوع آخر الآن، وفي وقت تعمل فيه الحكومة على تقليص فاتورة استيراد غبرة الحليب واللحوم، نجد في المقابل ثروات بالملايير ومستثمرات فلاحية مهددة بالزوال. إذن هو حال قدور المنحدر من المدية والمهدد بفقدان مستثمرته الفلاحية. متابعة في الموضوع مع سوريا شعلال. الحكاية بدأت سنوات التسعينات عندما استأجر هذا المستثمر قطعة أرض من أحد المستفيدين من مزرعة تابعة للحكومة ليحولها بعد 24 سنة إلى مستثمرة فلاحية بامتياز. وهذه المجموعة هملوها قاع، كان عندهم البقري، كان عندهم الفلاحة، كانت عندهم كلش وهملوها. كي هملوها قاع تركوا منها السيد هذا، هو البريزيدان، هو رئيس المجموعة، قال لي جالية، قال لي نكري لك في 92. أم ثم رحلت لهنا، جبت البقرات اللي كانوا عندي وقيلا 8 ولا 9 كانوا عندي، جبتهم لهنا وبدينا نخدمه، بدينا بشوية. اليوم وبعد أن أصبح يمول كبرى الشركات المنتجة لمشتقات الحليب، عاد صاحب الأرض ليطالبه بالمغادرة بعد أن استفاد من عقد امتياز عام 2011، رغم أنه خالف دفتر الشروط الخاص بالحصول على عقد امتياز. حبينا نكبروا الاستثمار تاعنا، جاتنا شركه دانون حبوا يدوا الحليب،
مين الله غالب ما كاش كيف تكبر تكبر وانت ماكش عارف روحك لا تريح ولا ما تريحش. وذوك دفتر الشروط كيما هذا عقد الامتياز يقول لك لو كان صاحبه ما يخدمش عامين ينحوه له. احنا رانا هذا راهم عاطينه له في 2012 احنا رانا دوك 2016 ما خدم ما جا ما دار والو هذا السيد. هذا هو الاشكال اللي رانا فيه احنايا. حيرة المستثمر ازدادت في ظل غياب ردود مقنعة عن تساؤلاته. نفس الشيء حدث معنا حين حاولنا الاستفسار عن الأمر. ملايير في مهب الريح وتجربة ناجحة ينثرها الفساد الإداري في العراء هي قصة هذا المستثمر التي تزامنت وتغني الحكومة بدعم الاستثمار والإنتاج المحلي، لكن الواقع يعاكس التصريحات وتبقى الفوضى تسير القطاع الفلاحي. أيام معدودة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك الذي تميزه مداولات أهم البورصات الجزائرية هذه الأيام والمتمثلة في بورصة كبش العيد. أحمد رشدي يفصل أكثر في هذا الموضوع. على بعد أقل من شهر عن عيد الأضحى المبارك تنطلق مداولات أكبر بورصة مفتوحة، بورصة لا تخضع للأسهم والسندات بل لوزن وشكل الكبش. أما المداولات الأكبر والمحددة للسعر الحقيقي فتكون في الخفاء. قضية المال في الجزائر وأقصد المال يعني تجارة المواشي، قضية المال في الجزائر يتحكم فيها عدد من المحتكرين. هؤلاء المحتكرون الدخلاء على القطاع الفلاحي والزراعي هم الذين دمروا سوق الماشية في الجزائر. تتبين الأرقام وتختلف التوقعات من سنة لأخرى. هذه السنة يبقى التفاؤل سيد الموقف نظرا لعدة اعتبارات وظروف عرفها الموسم الفلاحي. السنة راه الخير كاين يعني بكثرة، والسوام تكون فريمون في المستوى. على كل حال اللي يحب يعيد نورمال يعني بصفة دينية زوج ملايين ونص قادر يعيد تري بيان فامي، واللي يحب الغالي يشري الغالي، اللي عنده الدراهم يشري بربعة بخمسة بستة ملايين. هذاك هو واختياره والشوا تاعو. بين الكبش الذي يملأ العين من جهة والسعر المناسب من جهة أخرى، يتسابق الجميع في هذه البورصة المفتوحة لتبقى كل الاحتمالات واردة لغاية يوم العيد. نلتقي في الحصاد الأخباري بإذن الله. إلى